عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الباحث السياسي راندي زيلين. أستاذ راندي، مرحبا بك معنا. إذا ربما يمكن القول أنه زيارة وداعية لهيل إلى بيروت، ما هي المهمة الأبرز برأيك أو الرسائل السياسية التي يحملها معه خلال هذه الزيارة؟ بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة جدا باستقرار لبنان، ومن أجل تحقيق هذا لا بد أن نؤمن بأنه كلما تألم عضو في الجسد فإن سائر الجسد يتداعى، ولذلك فإن لبنان يتداعى أيضا بسبب الوضع السياسي، وهذا الوضع السياسي ينعكس على الوضع الاجتماعي، وهكذا كذا مثل عنصر الدومينو. عندما يكون هناك عدم استقرار سياسي اقتصادي فإن ذلك ينعكس على الوضع الاجتماعي، ويكون ذلك وصفة مثالية لمجيء المزعزعين للاستقرار. ولذلك أمريكا تريد أن يكون لبنان غير مدار من قبل المتشددين والإرهابيين، وغير مدار ومسير من أولئك الذين يريدون تقويض الاستقرار وزيادة تأجيج عدم الأمان هناك لخدمة أجنداتهم الخاطئة. وبالتأكيد هذا ما تراه أمريكا. لذلك من المهم لأمريكا أن تفعل قصارى جهدها من أجل خلق أسس صلبة للاستقرار وإقامة أمان. طيب برأيك هل تنجح هذه الضغوط الأمريكية في الدعوات للإصلاحات المتكررة دائما، الدعوات للقيام بإصلاحات ضرورية اقتصادية، وكذلك من أجل في ظل دعوة هيل لمرونة أكثر في مسألة تشكيل الحكومة؟ هذا كما هو أي شيء في الحياة، علينا أن نضخ الأموال من أجل حل المشكلات. لذلك نحن نتحدث عن التطلعات وعن التغير المأمول، هي مجرد كلمات جوفاء. ما نحتاجه هو دعم هذه الكلمات بأفعال على أرض الواقع، وللأسف أو لحسن الحظ هذه الأفعال يمكن أن تأتي على شكل مساعدات. قلقنا يتجلى في أنه إذا قدمنا أي مساعدات لا يمكن أن نطرحها هكذا جزافا، لأنها قد تؤجج مشكلات أخرى. نريد أن تصل هذه الأموال إلى مكانها المناسب، ونريد أن نسخر هذه الأموال لتصل إلى الأيدي غير الفاسدة، الأيدي التي هي في المسؤولية لضمان أن يكون هناك معالجة جيدة لعدم الاستقرار الاجتماعي، وكذلك معالجة التضخم وكل ما يأتي في سياق الأزمة الاقتصادية اللبنانية، حتى يستفيد الشعب اللبناني، لأن الشعب اللبناني لا يريد الترحيب بالإرهابيين والمتشددين والجماعات المتطرفة، وغير مستعد للسماح لأي شخص بتقديم وعود وفي الوقت نفسه عدم فعل أي شيء، وبالعكس يتم خدمة العدو. أمريكا هي شريك لبنان اقتصاديا عسكريا وتاريخيا، ولبنان دائما كان شريكا، ونريد أن نرمم هذه العلاقة. أستاذ راندي، برأيك يعني هل هو ذو أولوية في هذه أجندة هذه الزيارة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة البعض يستقرئ أنه هيل قدم زيارة لكان مفترض أن تكون هذا الشهر بالمساواة أو التوازي مع المرسوم البحري 64-33 الذي لبنان بصدد إصداره، وإن كان هناك نوع من التأخر أو التلكؤ من قبل الرئيس، وهناك ربط بالتوازي أيضا مع هذه الزيارة. هل تمارس ضغوطات أو حتى عقوبات الولايات المتحدة؟ Certainly.
بالتأكيد يمكننا أن نتفق أنه حتى مع العلم أننا قد نبدو أحيانا مفاجئين أو أخذنا على حين الغرة، فإن أمريكا نادرا ما تفاجأ، ولكن تكون على علم بالأمور. قد يخطئ حدسنا أحيانا، ولكن نادرا ما يفاجئنا شيء في المنطقة. وبطبيعة الحال أنا أتصور أنه من بين الكثير من الطوارئ والخطط الطارئة التي يجري إعدادها، فإنه بطبيعة الحال عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فإن أمريكا تكون في الصورة، وذلك باعتبارها شريكا للولايات المتحدة الأمريكية وحليفا. ولذلك بطبيعة الحال نحن نخبر بما ستقوم به إسرائيل، وخصوصا مسألة الترسيم البحري. شكرا جزيلا لك من نيويورك الباحث السياسي راندي زيلين.